الحبيبات ديالي، بالنسبه لهذا الموديل هذا هو اللي قلت لكم تبارك الله لقى واحد الاقبال كبير، وما توقعتش واش غيدير كاع هاد الضجه هادي. كنت لبستو لكم في الخضر ما شاء الله شي 100 بياسه اللي كانت فيه، دازت يومين ما بقات حتى حبه، بسم الله ما شاء الله. ليفريناه للمدن، جاو الناس خداوه من المحل، واللي لبسو كيحماق عليه، الثوب ديالو خفيف. وكيف قلت لكم البنات هذا فيه بحال القميص، هو ماشي قميص، لاصق مع جلابه، يعني واحد النص التحتاني لاصق مع جلابه بحال القميص. وهذه جليبه كتجي هكا على هذا الشكل، موديل غزال مختلف على داكشي اللي كتشوفوا دائما. انا غنوريكم التلوينه الجديده اللي دخلات فيه، شي لوان عاودناهم وشي لوان زدناهم جداد، انا غنوريهم لكم في الفيديو الجاي. اللي بغات شي حاجه البنات تحاول تكونفيرمي معنا في هاد اليومين من الاحسن، خصوصا الناس اللي خارجين على المدن، راه التوصيل كيتعطل شويه، ما عليهم الضغط، يعني طلبوا قبل العيد ان شاء الله. الحبيبات ديالي نوريكم التلوينه ديال هاد الموديل، كاين هذا بيج، كاين هذا الموف دخل جديد، الابيض تطلب لينا تبارك الله وعاودناه، ولكن عندنا فيه شي 4 بياسات بيضين، هادشي اللي وجد فيه. كاين هذا البوردو، شوفوا حتى هو كيجي غزال. ولي شال اللي بغات لي شال ديالهم راه تواصل مع البنات يشوفوا ليها لي شال اللي غيتماشاو ليها مع الجلابه. كاين نوار، نوار ما نحتاجوش نهضروا عليه، كاين هذا الزيتي حتى هو دخل جديد كيحمق. كاين هذا الاورانج، هذا الاورانج بالبترولي، هذا عندي فيه جوج حبات البنات، جوج بياسات لي بالاورانج. كاين هذا الفيغ او، هذا تا هو تبارك الله طار في الموديل الاول. وكاين الخضيدر المشهور اللي كنت صورت لكم، حتى هو راه عاودته، ما يمكنش ما نعاودوش، راه فيهم الام والال، الام كتلبس حتى الال والال كتلبس.